السالون نجيب غلاب وهاني مسهور، وينضم الينا اللواء طيار ركن متقاعد عبد الله غانم القحطاني في حلقه الاحد، الحلقه التي تختص بمتابعه مختلف التحولات والمواقف في الملف اليمني الذي بكل تاكيد بات مشروعا اقليميا ولحظه من لحظات بناء هذا التحالف العربي لمنظومه واسعه من السلم الحقيقي في المنطقة، التي استطاعت طيلة هذه السنوات أن تحاصر مختلف الأطماع وأن تقوم بما يمكن اعتباره عمليات التخلص الأخيرة من براثن الفوضى التي بدأت في العام 2011. طبعا هاني ينتظر أنه نقول كل عام وانت بخير بمناسبة ذكرى ثورة 11 فبراير، بس ما راح نقوله. في تقرير أعده أحمد عبد الكريم حول أبرز تطورات هذا الأسبوع. أحمد، اعتبر الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي أن ما حدث في عدن مؤخرا من اشتباكات دامية جرس إنذار وتنبيه للشعب والتحالف العربي ممن يحاولون حرف مسار معركة اليمن والخليج ضد المشروع الإيراني باتجاه مشاريع تدميرية صغيرة. من جانبه أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف الشرعية في اليمن استمرار دخول المساعدات إلى اليمن عبر كافة المنافذ البرية والجسر الجوي، كاشفا عن أن إيران زودت ميليشيات الحوثي بالأسلحة لاستهداف الملاحة الدولية في مضيق باب المندب. هذا وأعلن الجيش اليمني عن نزع أكثر من 4000 لغم وعبوة ناسفة في محور صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك خلال أسبوعين في المناطق والمواقع التي تم تحريرها. وعثرت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على مخازن تحوي كميات كبيرة من المواد والمساعدات الإغاثية الأممية بمحافظة الحديدة. من جانب آخر، أكد وزير الصحة اليمني أن 45% من المنشاة الصحية في البلاد دمرت بشكل كامل وجزئي جراء الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، ما أدى إلى تدهور كبير في القطاع الصحي. الحين خلوني أنا أبدأ مع نجيب غلاب. يعني بالتأكيد أنه الأحداث الكبرى لها تأثيرها ولها وقعها، بخاصة كل الأحداث اللي مرت في العام 2011 بالمنطقة كلها يعني. لكن هل يجب، أو أنه يعني كأن في مستويين من التعامل مع ذكرى 11 من فبراير، المستوى الاحتفائي اللي يتعامل معها أنها الثورة وبداية التحرير، والمستوى اللي وحتى وإن كان يحتفي بها ماضيا، إلا أن كل التحولات في السبع سنوات الماضية قالت للشارع العربي اللي يفهم واللي ما يفهم، للسياسي وغير السياسي، ما الذي كان يحدث في الشوارع العربية في عام 2011؟ أنت أولا شوف، أنا أقول لك بفسر من خلال الظاهرة اليمنية. 11 فبراير أنا لا أعتبرها ثورة، هي حالة احتجاجية، حالة احتجاجية طبيعية. هي يعني فكرة الاختطاف يعني بشكل المآلات التي أدت إليها حصلت مشكلة. أولا الحوثية دخلت، يعني شوف أنا ما نش مع فكرة أنه النظام الذي أنشق المنشقين من النظام باتجاه الساحات، هؤلاء يعني احتووا هذه الاحتجاجات بطريقة أو بأخرى، وأصبحت جزء من يعني رمزية بشكل أو بآخر يحاولوا أن يشرعنوا قوتهم، وهذه مسألة طبيعية في الصراع السياسي ولها نسخ في الشارع العربي. الأخطر من ذلك هو قدوم الحركة الحوثية إلى داخل هذه الاحتجاجات في اليمن، لأن الحركة الحوثية كانت تتبنى مشروع مغاير ومشروع نقيض لفكرة، حتى لفكرة الاحتجاجات ومطالبها، حتى الفكرة وأنها الدولة. نقيض لفكرة طبيعة النظام، حتى فكرة الدولة. أيوة، فكرة إسقاط النظام. أنت تسقط النظام، هو نظام مؤسس جمهورية الشعب، يعني أسسته 26 سبتمبر،
والحوثية دخلت هذه الاحتجاج وهي نقيض سبتمبر ونقيض الجمهورية، وتحولت من حركة متمردة في الجبال وحركة مرفوضة شعبيا ولم تكن قادرة على التحرك داخل صنعاء إلى حركة ثورية. من اللي مكنها؟ هي طبيعة التحول داخل الاحتجاجات، تعاملوا بقضية انتهازية، وكانت صعدة هي أول مدينة تم تسليمها للحوثية بسبب الاحتجاجات، واعتبروها جماعة فبراير باعتبارها نقلة مهمة، وكانوا يعتقدوا أنها بني غازي الأخرى سلمت المعسكرات وسلمت للحوثية. الحوثية صار عندها مركز مهم لإدارة كافة أنشطتها، ولديها أذرعها المتحركة في كافة الساحات، تحركت في كافة الساحات بحرية كاملة. تمكنت في صعدة من بناء جيشها الخاص، أعادت بناء جيش ألوية متعددة، أدارت حرب حتى ضد شركائها في الساحات في في الجوف في حجة، تم تحسين صورة الحركة الحوثية، ومن حركة متمردة كهنوتية تحولت إلى حركة ثورية. وأنا كنت أقول لهم ب 2011 أن الرابح الوحيد إذا استمر التحول بهذا الاتجاه المتطرف، الرابح الوحيد ستكون الثورة المضادة ل 26 سبتمبر، وهو اليوم الوطني التأسيسي لجمهورية الشعب. وهذا اللي حصل. المسألة الأهم يعني في فكرة أساسية، هم تحويل فبراير إلى يوم تأسيسي جديد. طيب. هذا أحدث خلل في فكر في الأفكار التي أسست عليها الجمهورية، وهذا خدم الحوثية بشكل أو بآخر. ثم الحوثية قامت بتصفية كل القوة وأسست ثورتها الخاصة 21 سبتمبر، يعني وهو انقلاب، لكن هي تتحدث بهذا الشكل. اليوم سنجد أنه التيار القطري أعاد يعني أعاد يعني يريد أن يعيد 2011 من خلال الالتحام بالحركة الحوثية، وهذه مخاطرة كبيرة. وأنا أقول لهم من أسقط النظام هي الحوثية، أما فبراير أنقذت من أنقذ هذا الحرب الأهلية التي كانت سائرة على قدم وساق وكانت تخطط لها الحوثية هي المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تدخلت كمحكم وصنعت المبادرة الخليجية وخلقت خارطة الطريق، لم تكن تملكها الساحات لإحداث التغيير. لكن اللي حصل أنهم لم يتم التعامل مع المبادرة الخليجية بشكل صحيح، أولا من أطراف فبراير، أيضا الحوثية صنعت إعاقات كثيرة وكانت تخطط للإنقلاب على الجميع. أعتقد أنه الصف الجمهوري تشتت وتفكك، وهذه المآلات التي وصلنا إليها هي نتيجة عدم الخبرة الكافية لدى الكتلة التي شكلت فبراير. في تفاصيل كثير، بس خليني أسمع رأي أخوي عبد الله. اليمن بعد 7 سنوات من بداية الأحداث اللي رسمت المشهد وصولا إلى عاصفة الحزم، وصولا إلى عملية إعادة الأمل، وصولا إلى المشهد في أحد جاوب لي شايف فيه شيء ولا وصولا إلى المشهد الذي اليوم يحتفي فيه اليمنيون ب يعني اتساع رقعة المناطق المحرمة. تفضل. بداية، ما حدث في اليمن هي فوضى مدبرة من الثورة الإرهابية في إيران، ما ذكر في 11 فبراير وفي غيره، هذا من وجهة نظري لا يجب الاحتفاء به ولا الفرح به. مخرجاتها كلها كانت مدمرة وسيئة لليمن وقاتلة لليمنيين، وهي حركة ليست وطنية وليست يمنية وليست داخلية، إنما هذا هو توجه إرهابي إيراني أستطاع أن يتغلب على الجمهورية اليمنية ورئيس الجمهورية والقوات المسلحة والقوى السياسية، وأن يجبرهم إلى أن يصلوا إلى المرحلة التي رأيناها فيها، ومن ثم بدأ مسلسل التدمير والقتل وسيطرة الحوثي وتمكينه من صنعاء وحكم اليمن. هذا باختصار ما جرى في الثورة وما تسمى، هي ليست ثورة، هي فوضى، هي مشروع إيراني إرهابي، هي قوة خارجية استغلت الداخل اليمني وكان مخطط لها بدقة وبتقنية عالية حتى وصلنا إلى المرحلة الحالية. نعم، تدرج الموضوع بعد هذه الثورة، ثم مكن الحوثي ضمن هذا المشروع الذي ذكرته حتى وصل إلى صنعاء وتمكن من السيطرة على أجزاء كثيرة جدا في اليمن، ومن ثم هبت عاصفة الحزم العربية التي أعادت اليمن إلى حاضنته العربية،
والتي تسعى إلى تحرير اليمن من هذا المشروع الخبيث الإيراني الذي بدأ من 11 فبراير، الذي قلب الموازين في اليمن، والذي غير الجمهورية اليمنية، والذي مكن سلالة تابعة لإيران من الحكم في اليمن. بكل بساطة عاصفة الحزم استطاعت أن تعيد اليمن إلى المجرى الصحيح وإلى السياق الصحيح، ثم أتى في ظلها إعادة الأمل، وعاصفة الحزم لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. وصلنا حاليا إلى أن اليمن على مفترق طرق، وأن اليمن حاليا أصبح في يد أبنائه، غالبا من أرض اليمن أصبحت في يد أبنائه حاليا، لم يتبقى إلا القليل، ولكن المشروع إيراني إرهابي لا زال موجود، لا زال موجود في صنعاء، لا زال موجود في الحديدة، لا زال موجود في تخوم تعز، لا زال موجود كسياسة في كل مكان يسيطر عليه الإيراني الإرهابي في اليمن. حاليا عاصمة الحزم بعد هذه المدة الطويلة من الانقلاب ومن هذه الثورة التي سميت ثورة، أو أنا أسميها فوضى وهي ليست ثورة، نحن حاليا في مرحلة جديدة استطاعت عاصفة الحزم وإعادة الأمل والتحالف العربي والمملكة العربية السعودية في المقدمة من إعادة الموضوع إلى نصابه الطبيعي وإلى موضعه الطبيعي. ونحن نشاهد حاليا أن اليمنيين أصبحوا يسيطرون على ما يزيد على 85% وربما أكثر من الجمهورية اليمنية. تبقى أماكن مهمة جدا هي أهمها في اليمن، تبقى صنعاء والحديدة وأجزاء من تعز وأماكن أخرى، ولكن نحن على الجادة السليمة البيضة. لكن شوفها تدخل السعودية أنقذتنا في 2011 بالمبادرة الخليجية لكبح حالة الفوضى والوصول إلى حرب أهلية. استمرت المؤامرة وحدث أنا لا أسمي انقلاب، هي عملية سطو وهدم للمسار المبادرة الخليجية. وبعد أن أدركت المملكة أن المخططات الخارجية بما فيها الإيرانية ومخططات تنظيم الحمدان في تحويل اليمن إلى مجال لتهديد السعودية وضرب اليمنيين، شوف ما يجري في اليمن، أنا أقول أن السعودية هي عامل مساعد، ما يدري هي حرب وطنية بمعنى الكلمة، وهي حرب اليمنيين. لهذا الإنجاز اليمنيين اليوم كلهم مجمعين في إسقاط هذه المآلات، خاصة أنه كل التحولات اللي صارت هي ليست حرب. شوف أنا أقول لكم هي ليست حرب، هي حرب اليمنيين. السعودية تساعد اليمنيين على إنقاذ أنفسهم بعاصفة الحزم. أنا أتصور أنه ممكن يعني من العواصم اللي مرت بتجربة خلنا نقول فيها نوع من التماثل، أنه كان فيها التاريخ الرئيسي أو الحدث الرئيسي اللي كان نقطة انطلاق للثورة، ثم بعد ذلك جاء تاريخ ثاني مؤثر هي التجربة اليمنية والتجربة المصرية. صحيح ولا لا؟ صحيح. في التجربة المصرية صحيح. 25 يناير ثم 30 من يونيو. في التجربة اليمنية تاريخ 11 فبراير ثم تاريخ 14 مارس 26 مارس انطلاق. أنا أعتبر هذا الانطلاق الفعلية لإعادة اليمن إلى مسارها الطبيعي. بس كيف تابعت هاني تعامل الإعلام اليمني مع هذه الذكرى والكلام الخطير اللي قالوا نجيب أنه في من يريد أن يجعله كمرجعية نقطة انطلاق لحظة تحول يعني تزاحم المرجعيات السابقة الموجودة في تاريخ السياسي اليمني؟ بالضبط، يعني الكلام الأخ نجيب واللواء عبد الله أعتقد يصب في فكرة أساسية. علينا عندما نعود إلى 2011 أبو محمد نتذكر أنه الفوضى الربيع العربي وما يسمى الربيع العربي عندما جاءت اليمن، في اليمن كان المشهد أوضح من كل الدول سواء مصر أو تونس، كان الإخوان المسلمين هم أصحاب المشروع وهم القادة لهذا المشروع في اليمن زي يعني بقية شارع العرب، لكن اليمن كان أوضح، كان ما في ترى نخب سياسية خارج الدولة في اليمن زي حزب الإصلاح ولا لا؟ بالضبط. في المؤتمر والمؤتمر كان مع كان الموجة ضد المؤتمر. نعم أي هي. لا أنا أقصد إذا نبني نحكي على تشكيل نخب سياسية فاعلة، يا اللي موجودين في الحكومة اللي خارج الحكومة هم الإصلاح بالضبط، والباقين يا قبائل يا بالضبط. هو الإصلاح كان شريك، كان شريك لكنه حصل ترى حتى بمصر كان شريك. أيوة يعني بمفهوم الشراكة اللي إحنا لعبة الأخوان في مسألة بناء الشراكة. لا حزب الإصلاح في فبراير 2011 كان هو رأس الحربة في مسألة التغيير في السبعين. نعم. هو كان 97 شريك أساسي للنظام وظل حتى وخسر حتى 2003 حتى 2006 أيضا كان
كانت الإصلاح موجود في داخل منظومات الدولة والانشقاق اللي حصل لاحقا، الانشقاق اللي حصل من النظام، يعني المنظومة العسكرية والمنظومة القبلية التي كان الإصلاح يراهن عليها هي انحازت بسبب التنظيم العقائدي داخل الإصلاح، وهو ورطها، ورط الجميع للأمانة، ورط الحزب نفسه. بالإضافة للتنظيم العقائدي، الموجة اللي كانت بالشارع العربي هي موجة نظرية أوباما، الرهان على الإسلام المعتدل، رجل لابس بدلة وكرفته بيصلي أنا أعتقد أنه شوف الأتراك لعبوا دور كبير جدا في تضليل الأوروبيين والأمريكان في مسألة أنه الإسلام السياسي ممكن يكون حل. مو بس الأتراك، صدقني مو بس الأتراك، النظرية السياسية اللي يؤمن فيها أوباما وفريقه هي نظرية الرهان على الإسلام المعتدل. شوف هو المنظور الديمقراطي، المنظور الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية ومفهوم يعني السماح يعني للتعددية أن تنتج، لكن اللي حصل شوف أنا أقول لك بشكل واضح، هذا الرهان الأمريكي هو قاد إلى حالة من الصراع والحروب الأهلية الداخلية طبعاً. لأنه أن تراهن على تيار ما يجرف كل القوة والقوة العميقة، قوة اقتصادية واجتماعية وليست قوة الدولة وليست قوة الدولة طبعاً. يعني مثلا في مصر تجد مؤسسة القضاء، مؤسسة الجيش، مؤسسة الأمن، مؤسسة رجال المال، أنا رأيي النخبة الليبرالية، هذا كلهم كانوا تجرفهم كلهم لصالح تيار مش صحيح. أبو حميد أنا رأيي حتى لو ظلنا نجيب حكي أخذ فاصل الليلة ما أدري شو متحمس من ذكرى الثورة. طيب كمل ترى احنا ما سكتنا في الفاصل، يمكن الوحيد اللي يلتزم بالفاصل اللي وعد الله. طيب الموضوع 11 فبراير 2011 هو طبعا امتداد للفوضى اللي كانت موجودة في تلك المرحلة. الإخوان المسلمين في اليمن نجحوا في تلك المرحلة في شق المجتمع اليمني سياسيا قبليا، استطاعوا بالفعل تشكيل حالة اختراق حقيقي، أدت هذه الحالة إلى التصادم في شارع الحصبة في صنعاء. في تلك المرحلة جاء التدخل السعودي الأول عن طريق المبادرة الخليجية. دائما في تأصيل التدخل السعودي في هذه في 11 في مرحلة فبراير والمبادرة الخليجية، دائما نعود إلى التأصيل السعودي في العلاقة مع اليمن، نعود إلى اتفاقية الطائف في 1934 بين الإمام والملك عبد العزيز غفر الله له. يعني هذه المرحلة لابد أن تقرأ بشكل أساسي، كيف المملكة العربية السعودية دائما تتماهى في علاقتها مع اليمن. نتذكر في ثورة 62 وما بعدها حتى وصلنا إلى عام 70 وكيف انتهت الأزمة اليمنية. نفس لو تلاحظ دائما اليمنيين يقومون بثورة ولا يكملون الثورة، لأنها تقوم لا يوجد لدينا نخب حقيقية سياسية تستطيع أن تقول أنها تقود فكر، بل هم يتبنون أفكار خارجية. بس يمكن وعذر المقاطع يمكن سبق أنا كتبت على الكلام وسبق وحكينا فيه، كل اللي صار ب 2011 أصلا هذا النموذج للثورة نموذج خارج التاريخ. يعني الناس اللي تنزل الشارع بالضبط، الإسلام السياسي وجد فرصة وكان المحرك طبعا له سواء تمويل القطري المباشر، مع اليوم يمكن تم كشف كثير من حقائق هذا التمويل اللي كان يحصل عليه حزب الإصلاح وإخوان اليمن في تلك المرحلة. للأسف يعني عندما تأتي إلى حالة الخطاب في خطاب اليمن عندما طالبوا الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالتنحي، كان خطاب حاد للغاية. المسألة ليست مسألة أنه ارحل بشكل مثلا شفناها في مصر، في مصر الرئيس حسني مبارك تفاعل مع المرحلة بمقتضى ما كانت تقتضي الشارع المصري، لكن في اليمن كان هناك محاولة تصفية
وشفنا هذه التصفية شفناها بحادثة جامع النهدين، لأنه احتقان مباشر عندما تشخصن الحالة السياسية وتذهب إلى شخصنة الحالة السياسية وصلت فينا إلى هذه المرحلة. اليوم عندما نعود إلى بعد 7 سنوات العجاف اللي عاشها اليمن، نعود إلى إفراز جديد. مقتل علي عبد الله صالح أفرز لدينا قيادات مؤتمرية موجودة في خارج السلطة الشرعية أو تحت السلطة الشرعية، يتم رفضها من قبل القوى التي تبنت 11 فبراير بسبب أنها لديها موروث مع علي عبد الله صالح، مع أنه علي عبد الله صالح انتهت أيامه. لدينا تأسيس جديد في هذه المرحلة، انتفاضة 2 ديسمبر، ينكرون هذه الانتفاضة، يحاولون دائما شخصنة الحقبة علي عبد الله صالح. لدينا شخصيات بالإمكان استثمارها عند المؤتمر الشعبي العام يتم رفضها، لدينا المجلس الانتقالي الجنوبي يتم رفضه. عندما تأتي إلى هذه القوى اليوم التي تحتفل ب 11 فبراير ستجدها كلها القوى التي رافضة لكل الصعود الجديد أو إفراز ما بعد عاصفة الحزم. عاصفة الحزم كانت فرصة لدى اليمنيين، وإلى هذه اللحظة نقول ما زالت هناك فرصة لابد أن تستغل. هذه الفرصة اليوم أفرزت لدينا قيادات في المؤتمر الشعبي العام بالإمكان استخدامها سياسيا، وهناك قيادات مؤتمر شعبي عام عسكرية بالإمكان استخدامها، لدينا المجلس الانتقالي الجنوبي بالإمكان الاستعانة فيه كرأس حربة إلى الآن موجود في الجبهات العسكرية سواء في الساحل الغربي أو في صعدة أو في البيضة. أنا اللي أقوله أنه يعني المشهد 2011-2012 كان مشهد قاتم ومخيف جدا في كل المنطقة. كل ما أتخيله أنا ماذا لو لم يقم ذلك الأداء السياسي العالي السعودي الإماراتي بلا مبالغة لهزيمة مشروع التثوير الداخلي، بلا مبالغة لهزيمة مشروع فريق أوباما في تلك الفترة. صحيح. وكان مشروعهم واضح ومكتمل الأركان، يقوم على نظرية الإدارة من الخلف، نظرية الرهان على الإسلام المعتدل، نظرية البحث على فكرة وآلية جديدة لديمقراطية المنطقة خلاف التجربة اللي كانت في العراق، وكانت التجربة مدمرة. يمكن الأتراك ساهموا زي ما تفضلت بشكل أو بآخر في إقناع بعض الأوروبيين والأمريكان بهذه النظرية، وبعد ذلك طمعوا أنه لما شافوها إسلام سياسي قالوا طيب خلاف يوك يعني ها فلا صار. ماذا كان يمكن أن يكون مصير المنطقة لولا وبكل اعتزاز ذلك الأداء السياسي العالي من الرياض وأبو ظبي البحرين وغيرها من العواصم الخليجية من عواصم الاستقرار في المنطقة؟ نجيب. أولا شوف هو القراءات الأولى التي قدمها المشروع العربي المعتدل فيما يخص فهم هذه الاحتجاجات كانت باعتبارها شأن داخلي في البداية ومسألة تغيير لم يقفوا ضده نهائيا، وكان هناك حالة من حالات الاستجابة لمحاولة أن لا ينجر هذه الدول إلى حالة من الفوضى والعنف. اشتغلوا على هذه الفكرة وحماية الدول الوطنية لكن اتضح لاحقا أنه في حالة من انجرار المجتمعات إلى حالة من العنف والفوضى وتهديد الدول الوطنية وإشعال الحرائق، ومحاولة تحويل هذا فكرة الربيع العربي إلى مشروع لاستهداف الخليج بشكل أو بآخر، رغم أنه الخليج كان مستقر استهداف الدولة الوطنية بالدرجة الأولى وظهور أبطال لاعبين ممن لهم تصنيف سياسي ميليشياوي أو حزبي، وتحول الربيع العربي إلى صراع جيوستراتيجي سواء ببعدها الدولي أو ببعدها الإقليمي. تدخلت إيران وتركيا وحاولوا أن يجعلوا من هذا الاحتجاجات في الدول إلى أداة لإعادة صياغة الحكم باتجاه خلق دول تابعة لهذه المشاريع. هذا أولا. والأمريكان أيضا فكرة الديمقراطية بالطريقة اللي طرحوها غير صحيحة، لأنه التحولات يعني لم يدرسوا الاجتماع ولا الاقتصاد ولا فكرة الديمقراطية من خلال الثورة في النهاية في عصر العولمة يقود إلى حالة الفوضى، وبالتالي هي كانت نظرية خاطئة. فأنا أعتقد أنه عندما أصبح الصراع جيوستراتيجي هنا الخليج أصبح هناك تهديد لأمن الدول الوطنية وأمنهم كدول وطنية وأيضا لأمن المنطقة،
وهذا الصراع الجيوستراتيجي سواء بعدها الدولي أو الإقليمي كان يستهدف أيضا الخليج باعتبارها هي الجائزة الكبرى بالنسبة لهذا الحراك في هذه الدول. لذلك سنجد مثلا في اليمن كان الخطاب معادي ضد الخليج، كان في مصر معادي، الخطاب ظهر كخطاب معادي مستهدف للمنظومة الخليجية رغم أنه صراع داخلي كان من المفروض أن يظل بهذا الشكل. تحويل الثورة أيضا إلى تنظيمات ممتدة من خلال الأخوان أيضا، هذا شكل حالة من خلال الأخوان ومن خلال التيارات المرتبطة بالخمينية، تحولت وكأنها عبارة عن استجابة لنفوذ ومصالح هذه الدول. وبالتالي القوة الداخلية، شوفوا أنا أقول لكم حتى مصر القوة الداخلية هي من أنتجت ثورة 30 يونيو، هي القوة الداخلية ببعدها العسكري والأمني والاقتصادي والنخب الليبرالية والكتل الشعبية. حتى عندنا حتى في اليمن كان السعودية حاولت أن تصنع خريطة طريق للتغيير بما يساعد اليمنيين، لكن اللي حصل وبما يجنبهم العنف وبناء دولتهم، لكن اللي حصل أنه المجموعة اللي داخل فبراير رفعوا سقفهم ولم يلتزموا بالمبادرة بطريقة صحيحة، والمخطط الإيراني اشتغل بطريقته الخاصة لإفشال الإنقاذ، وبالتالي كانت عاصفة الحزم. هذه نقطة جدا مهمة، الهدف الأساسي عند 11 فبراير كان ضرب نواة الدولة الوطنية. كان هذا الهدف هزها أو وصلنا إلى مصر عبر تاريخها، لم توصل إلى حالة انقسام وهي دولة تتمسك بفكرة المجتمع يخاف أن تختفي الدولة. وصل مصر خلال 5000 سنة لم يوصل إلى فكرة الحرب الأهلية إلا مع المملكة كانت تدرك ما يجري في اليمن من 2000 و2002 و2003 و2004، وصلنا إلى 9 الحرب اللي دخلناها في اليمن مع الحوثيين بمساندة وطلب من علي عبد الله صالح، كانت تدرك ما يعلم تدرك ما الذي يجري في اليمن، وتعلم أن المشروع ليس بيمني هو إيراني إرهابي. المملكة هي من أول وربما الوحيدة التي تدرك أدق التفاصيل عن هذا المشروع، وهي من حاول مع علي عبد الله صالح أن توصل لهذه الرسالة وهذه المعلومات بأن المشروع مدمر لليمن وللمنطقة وعليك التعامل بالطريقة السليمة. مع الأسف لم يتعامل بالطريقة السليمة، كان يتعامل ويكيل بمكيالين ويشتغل وكأن اليمن يعني لجزئين هو أحدهم. على كل حال وصلنا إلى 11 فبراير، أنا أستغرب من الحكومة الشرعية الكريمة أن تحتفل بهذا اليوم، الشعب اليمني لا يحتفل بهذا اليوم، هذا اليوم بداية المصائب في اليمن. 11 فبراير هو بداية قتل اليمنيين، هو بداية تسليم اليمن لإيران، نحتفل بماذا؟ نحتفل بعلي عبد الله صالح حينما سلم صنعاء للحوثيين، وحينما خرج من السلطة خالد الوفاض، وحينما قتلوه هناك بهذا اليوم المشؤوم. 11 فبراير كان مخطط جهنمي إيراني وفخ عظيم وقع فيه الجميع في اليمن، وأولهم مصارع أو مراقص الثعابين، أول من وقع في هذا الفخ. أما في مصر تعريجه فالقوات المسلحة هي من جاب 30 يناير، هي من جابه وليست القوى السياسية، القوات المسلحة المصرية والفريق السياسي. لا والشارع، الشارع هم من خرج الشارع. أستاذ يحيى، من أعطى موعد من أعطى الموعد باليوم والتاريخ والساعة والدقيقة هو رئيس يعني هو وزير الدفاع، هو من أخرج الشارع. قيادة تدري ليش في اليمن؟ لا لا أيوه بس اصبر، لا لا بس كتصحيح للحالة المصرية وصلت لقناعة أنه هذا المشروع لا والشارع الشارع الشارع المصري إلى قناعة ما تمكنت المؤسسة أن تقود. هذا واحد. ثانيا الشارع المصري رأى أنه المآلات التي كانت لم تكن في حسبانه على الإطلاق. ثالثا ميزة المؤسسة العسكرية المصرية أنها مؤسسة بلا أيديولوجيا، صحيح، أيديولوجيتها الوحيدة هي مصر. صحيح. خذ فاصل يا علي. أوكي. الجزء الأخير من الليلة لواء عبد الله قاطعتك قبل الفاصل، تفضل.
اليمن الوضع مختلف، لا يمكن قياس ما حصل في اليمن على أي دولة أخرى. لكل دولة بيئتها وظروفها الداخلية وشعبها لها سمات وصفات معينة وبيئة داخلية يعني يتصف بها. ما حدث في اليمن لا يمكن أن نجيره باسم أحد، أو لا يمكن لأحد أن يختطفه، ولا يمكن أن نقول أن حزب الإصلاح ولا حتى المؤتمريين ولا أي حزب آخر كان يستطيع أن يثبت في اليمن ولا أن يفعل أي شيء. ما حدث وكرر مرة أخرى فوضى اعتمدت عليها الثورة الإرهابية في إيران وخلقتها في اليمن ومولتها من خلال قطر ومن خلال حزب الله في لبنان ومولتها برجالها داخل اليمن، ليس في 4 أيام ولا في 10 أشهر ولا في سنتين، إنما في سنوات طويلة جدا. علي عبد الله صالح كان يعلم جزء من هذا المشروع، صحيح. هو كان يعلم هذا الموضوع وكان يتابعه، ولكن كان يعتقد أنه أذكى من الجميع وأنه في النهاية سيرميهم خارج اللعبة وسيسيطر على اليمن وعلى صنعاء. عموما نحن حاليا في بر الأمان في اليمن، مهما حدث من 11 فبراير وارجو الا تحتفلون فيه غير هذه السنه استاذ نجيب. لا ما احتفل ارجو لان غير مبشر بخير، وانا لا اقصد شخصيا وانما المسؤولين في اليمن، ولكن نحن حاليا في اليمن حققنا جميعا كمشروع عربي كبير تقوده عاصفة الحزم والتحالف العربي اللي تقوده المملكة العربية السعودية، حققنا ما كانت ايران تسعى اليه. انا قطعنا طريق ايران وعدنا جميعا اليمن إلى وضعه الطبيعي. تعرف 11 فبراير هي ذكرى الثورة الخمينية. طيب أنا أتصور أنه إذا كان 30 يونيو هو لحظة إعادة توجيه القاطرة المصرية فعاصفة الحزم 26 مارس هي لحظة، هي آخر محطات حماية الدولة اليمنية. عاصفة الحزم أستاذ يحيى ليس لها تاريخ نهاية، طبعا ستستمر هذه العاصفه طبعا في كل اليمن مكان. اليمن محورها الحقيقي في اليمن، كم باقي؟ هي عاصفه عمودها الفقري في اليمن. حزم طيب. عاده امل يا سلام عليك. وبعدين استعاده طيب. وبناء الدوله. خلونا نروح لي بس يعني بعض احداث الاسبوع في هذا في نقطه بس استعزز بس الفكره عزز. عاصفه الحزم في 26 مارس، انا نتذكر انه في ابريل 2011 كان المبادره الخليجيه، من ابريل 2011 الى 2018 تكلم عن 7 سنوات المملكه العربيه السعوديه استطاعت السيطره على الملف اليمني من التدويل، واحد من اخطر الملفات، وهناك حرص ومحاوله لاختراق هذا الملف. المملكه العربيه السعوديه الى هذه اللحظه قادر على السيطره ومن خلال الامم المتحده واذرع الامم المتحده. خلونا نروح لاخر المستجدات. محمد الزمام محافظا للبنك المركزي خلفا للقعيطي، تحول مهم، وانا اعتقد انه تفكير عقلاني في تعيين الدكتور محمد الزمام، وانا اعرفه كويس، شخصيه عقلانيه ومتزنه، وهي تنتمي الى محافظه عمران، وهذا وهو مختص ومهني، وصحيح أنه كثير ينتقدوا بشكل أو بآخر، لكن نعتقد أن لديه الخبرة الكافية، وكان وزير مالية سابق، وكان أيضا ماسك الجمارك، وهو دكتور ومختص، وأنا أعتقد ولديه من النشاط والحيوية، أعرف أنه نشيط وحيوي، وهو رجل توافقي مش نوع من الصراع، وأعتقد أنه أيضا حتى يلتزم. أنا أعترف أنه كان عنده مثلا صداقات وأمور، لكنه التزم عندما عين في وزارة الداخلية بسياسات الدولة بشكل كامل، ونحن ما نريد رجال دولة. فأنا أعتقد أنه نقلة مهمة، وأنا أشكر الرئيس على هذا القرار الحكيم، وأنا أعتقد أنه محمد زمام بحكم الخبرة والمهنية والشباب والحيوية التي لديه ممكن يقدم شيء رائع في الفترة القادمة بإذن الله. أكثر من 350 ألف يمني وصلتهم المعونات في الأيام الماضية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، والسفير السعودي في اليمن محمد الجابر منحنا 40 ألف تأشيرة عمل لليمنيين. عاصفة الحزم هي الوحيدة التي جاء في ظلها إعادة أمل وإغاثة لليمن بشكل عام لكل مكان في اليمن، لكن مع الأسف الحوثيين ومن يقف في صفوفهم قطعوا هذه الإمدادات. على كل حال مركز الملك سلمان والمملكة العربية السعودية وإعادة الأمل
قاموا بجهود لا يمكن إنكارها منذ قيام عاصفة الحزم في اليوم الأول وحتى الآن. وبالتالي هذه التأشيرات وهذه الإعانات وهذه الإغاثة، وأتحدى أستاذ يحيى ومشاهديكم الكرام أن يوجد في منطقتنا على الأقل برنامج إغاثي متكامل منظم تموله دولة وترعاه وفي مثل الظروف ومثل هذه الظروف التي تخوض فيها الحرب. لا لا، المملكة تقود الحرب، عاصفة الحزم ورجالها مع رجال اليمن مع رجال المخلصين الآخرين في الإمارات العربية المتحدة في هذا المكان طبعا. وجميع الدول العربية الأخرى المشاركين في التحالف، ومع هذا هذه الإغاثة وهذا النظام الدقيق وهذه القوة متوفرة على الأرض إغاثيا وتصل إلى اليمنيين ما أمكن، ما عدا ما يمنعهم هو تطوير فكرة الإغاثة. شوفوا مش مسألة سلال غذائية طبعا. هذا النقل الجديد اللي أحدثها يعني مركز الملك سلمان حول الإغاثة إلى عملية تنموية، خلق وظائف، تعمير وبناء نموذج طرقات وكذا. يعني هذا النقل الجديد في مفهوم الإغاثة أنا أعتقد الأمم المتحدة من المفروض تستفيد. أنا التقيت بالأسبوع الماضي بالسفير سعد السفير محمد آل جابر، حقيقة تفاجأت بمركز اسمه مركز إسناد. هذا المركز هو إسناد لعمليات الإغاثية للهلال الأحمر الإماراتي والمركز الملك سلمان، اللي تتكلم عن 17 منفذ الآن تم تشغيله في اليمن لإيصال المساعدات. تتكلم عن العمل على البنية التحتية مثلا في الموانئ، موانئ عدن، المكلة، المخا، الطرق، شق طرق في كثير، عشان خلق وظائف، خلق وظائف في داخل اليمن. هذا خلينا نتكلم انه مركز السناد ومركز الملك سلمان والهلال الاحمر الاماراتي انهم الان بداوا بالفعل عمليه الاعمار في داخل المناطق المحرره. طيب مقتل رهام البدر، مع انه انا صار يضيق صدري اذا سمعت كلمه الناشطه اليمنيه. لا هو شوف هذه كانت ناشطه حقوقيه مهتمة برصد الانتهاكات، لم تحمل السلاح، وكانت مهتمة فقط بمتابعة ما يحدث، ومحايدة ووطنية ولم تكن مرتبطة لا بتيار سياسي. أنا أعتقد أن النموذج الأعلى لفكرة رصد هذه الانتهاكات الموجودة في تعز، ورغم كل ذلك كانت تقاريرها ترفع ولكن لم يكن يأخذ به يعني المنظمات الدولية خلينا. وبالأخير هي قدمت تم قنصها واغتيالها بسبب مهنيتها وعملها الصحيح وتقاريرها تعتمدها كأيقونة. هي أنضج ما يمكن أن نفسر فكرة الحقوق الناضج اللي خارج الأحزاب واللي مهتم بفكرة الإنساني. الحق بس بالأخير ولهذا قتلت وبشكل متعمد من الحركة الحوثية، هي اغتيلت بشكل عام وكانت ترفع شعار لا للاغتيال السياسي قبل أسبوع بشكل وأخوها قتل قبلها ولم تخف، ظلت تخدم أبناء تعز أبناء اليمن في عمليات رصد منظمة. وحجم التفاعل اليمني معها من مختلف الشرائح صراحة إيجابي، أن الحوثية خصصت خلية لاغتيالها رحمها الله. قتل الآلاف في اليمن ولكن اليمن مليء بالكفاءات العالية جدا وعلى الدولة، أنا لا أعلم إذا كانت الحكومة الشرعية في حال الطوارئ أم لا، ولكن على الدولة الشرعية اليمنية الحالية القائمة أن تختار الأفضل والأصح ورجال القوات المسلحة والقادة الميدانيين، من يفرط في موقع الذي تم تحريره يجب محاكمته بموجب نظام الطوارئ ومحاكمة عادلة. ختمي هاني بقي 20 ثانية. طبعا ختم بالجزء الأخير اللي تكلم فيه اللواء عبد الله، بالفعل لابد أن يتم محاسبة كل مسؤول في السلطة الشرعية سواء كان عسكري أو مدني، يتم لابد يعني عندنا خسائر، عندنا مشاكل في الخدمات، أخطاء خلل. حتى التحالف العربي في بيانه تحدث عن اختلالات في أداء عمل الحكومة. هذا هاني قولوا له خلاص. شكرا جزيلا، مساء الخير. شكرا يا علي، مساء الخير.